بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. معكم الأستاذ طلعت ناجح طلعت. درسنا اليوم بعنوان كيف تعمل اختبارا إلكترونيا على جوجل درايف. بداية نفتح جوجل كروم أو جوجل، في هذه العلامة نختار التطبيقات أبس تطبيقات جوجل، ثم نقوم بالضغط على جوجل درايف هكذا. ثم في أي مكان هنا تضغط كليك يمين، ثم اختيار المزيد، ثم نماذج جوجل. والطريقة الثانية تأتي هنا على جديد أو نيو، هنا بالضغط كليك شمال، ثم المزيد، ثم نماذج. نضغط هنا على نماذج جوجل. يفتح هنا النموذج. هذا هو شكل الاختبار الإلكتروني. هذه قائمة إرسال، لكن هذه بعد الانتهاء من الاختبار. هنا الإعدادات، هنا معاينة للأسئلة والاختبار، هنا تخصيص المظهر أو الشكل. أول حاجة هاجي هنا أسمي الاختبار بتاعي، مثلا اختبار اللغة العربية أو الدراسات الإسلامية هكذا، اختبار التربية الإسلامية. يأتي هنا التغيير، الاسم هنا يتغير هنا تلقائيا، سواء كتبت هنا أم كتبت هنا اختبار مادة التربية الإسلامية. لو عايز تغير هنا في الكلمات، مثلا تقف هنا وتكتب مادة التربية الإسلامية، عايز تقف هنا تضع نقطة شيفت زي، تمام، مثل ما تحب. تدخل هنا على الإعدادات، تفعل هنا عام وعرض تقديمي والاختبارات. نيجي هنا عند عام، نفعل هذه الخانة جمع عناوين البريد الإلكتروني. هنا يجب تسجيل الدخول، التقييد برد واحد. إذا كنت تريد من الممتحن أن يختبر مرة واحدة، فأنت تقيده برد واحد. إذا أردت أن تتيح له أن يجيب على الاختبار أكثر من مرة، فأنت تترك هذا الأمر غير مقيدا هكذا، تتركه هكذا، تمام. يمكن للمجيب تنفيذ مالي، التعديل بعد الإرسال، مشاهدة الرسوم البيانية، طبعا هنترك هذا الأمر. عرض تقديمي هنا إظهار شريط التقدم، مثلا الاختبار من 10 بنود، هناك في أسفل الاختبار هناك اسمه شريط التقدم، إذا كتب واحد يتمدد الشريط حتى يصل إلى النهاية. إذا أردت إظهار هذا الشريط عليك أن تنشط هذا الاختيار. الترتيب العشوائي للأسئلة، بحيث إذا دخل أكثر من مرة فإن الترتيب للأسئلة سوف يكون عشوائيا، أيضا نختارها. عرض رابط لإرسال رد آخر، مش مشاكل. في نهاية هذا الاختبار بتأتي للطالب رسالة مكتوب فيها لقد تم تسجيل ردك، ممكن عايز تغيرها، مثلا تكتب مثلا هنا بالتوفيق إن شاء الله للجميع مثلا، أو عايز تكتب مثلا أحسنت أو أي عبارة أخرى، تمام، أحسنت مثل ما تحب. هنا الاختبارات، ودي أهم شيء، هتفعل هذا الجزء اللي هو جعل هذا اختبار، جعل هذا اختبار. هنا مجموعة من الخيارات، خيارات الاختبار، إصدار الدرجة مباشرة بعد كل إرسال وفي وقت لاحق بعد المراجعة اليدوية، بنختار الجزء الأول. يمكن المجيب مشاهدة الأسئلة غير الصائبة أو الإجابة الصحيحة أو قيم النقط، نجعلها زي ما هي، ثم نقول حفظ.
نأتي لاختبار مادة التربية الإسلامية. يفضل أن يكون الاختبار يكون اختيارات متعدد أو صح وخطأ لكي لا ترهق الطالب في الكتابة. فمن الأفضل أن احنا نعمل هذا الاختبار من الاختيارات المتعددة. هنا اختبار مادة التربية الإسلامية، وصف النموذج، عنوان البريد الإلكتروني. احنا هنا بنقول سؤال بدون عنوان، نضغط هنا ونختار خيارات متعددة، أو نختار مثلا نص إذا كنت تريد تجعل القسم الأول من هذا الاختبار فيه البيانات بالنسبة للطالب. نختار هنا نقول سؤال بدون عنوان، هنقول مثلا هنا إيه الاسم الرباعي. وبعدين هنا لو أنت عايز الاسم ده لازم الطالب يكتب اسمه، هتكتب فعل مطلوب. مش عايز الطالب يكتب اسمه يكتب برقم الجلوس، هتخليها غير مطلوب بالشكل ده. هنحتاج الاسم، اسم الطالب الرباعي، هنخليها هنا مطلوب. تمام. نص الإجابة، نص الإجابة هتعوزها كتابة حروف ولا أرقام، تيجي هنا عند الخيار هنا وتكتب التحقق من صحة الرد. هنا نضغط على التحقق من صحة الرد. نص الإجابة هتكون رقم ولا نص؟ طبعا هيكون نص. يحتوي على شيء؟ مش هنحتوي على شيء، هيكون نص إيه؟ نص عادي. تمام. بهنا نوع الإجابة، هنا إجابة قصيرة بحيث الطالب هنا هيكتب اسمه أحمد محمد سيد محمود مصطفى، أي اسم هم يكون لازم هيكون طبعا اسم الإيه الرباعي أو اسم الثلاثي، أنت عايز تقيده بإيه؟ بكتابة الإيه الاسم. مش عايز تقيده بالاسم الرباعي ممكن تيجي هنا وتكتب بس اسم الطالب، اسم الطالب فقط، أو اسم المتعلم أو اسم الممتحن مثل ما. طيب احنا هنعملها هنا اسم الطالب، عايزين ننتقل مثلا نخليه بعد اسم الطالب هنخليه مثلا الرقم الجامعي أو رقم الجلوس. طبعا ده رقم، إجابة قصيرة، هنا هيكون رقم ولا نص؟ طبعا هيكون رقم. طيب هيكون رقم فيه كسور ولا هيكون عدد صحيح؟ هيكون عدد صحيح. مطلوب ولا غير مطلوب؟ هذا الرقم طبعا هيكون مطلوب. هنا اسم الطالب هيكون برضو هنا هيكون طبعا زي ما احنا قلنا هيكون مطلوب. تمام. سؤال اخر مثلا عايزه يكتب البريد الالكتروني. هنا نختار هنا نص، هنا عنوان البريد الإلكتروني، برضو هنا أقول له مطلوب. إذا كنت أنت تريد هذا البريد الإلكتروني لازم يكتب، تخليها مطلوب، مش عايزه تخليها طبعا غير مطلوب. هذه هي أو هذا هو القسم الأول من الاختبار، وهو الصفحة الرئيسية اللي فيها بيانات الممتحن، اسم الطالب والرقم الجامعي والبريد البريد الإلكتروني. لو جينا نحبينا كده مثلا نعمل معاينة من هنا ونشوف مثلا احنا عملنا ايه، عنوان البريد الإلكتروني، هنيجي مثلا نكتب هنا طبعا مثلا لو كتبت هنا كذا طبعا مش هيقبل، هيقول لك يجب ان يكون عنوان بريد إلكتروني صالح، لازم يكون في مثلا at ومثلا gmail.com وهكذا. هذا صيغة عنوان، صيغة عنوان بريد الكتروني صحيح بغض النظر عن هذا كونه بريدا الكترونيا ام لا. هنا طبعا هنا هنلاحظ ان هو قبل. الرقم الجامعي لو جه كتبت هنا حروف طبعا مش هيقبل، قالك لا يجب ان تكون القيمة عددا صحيحا، لازم تكون عدد صحيحا. البريد الإلكتروني عايز تكتب، احنا قلنا غير مطلوب، عايز تكتبها تكتبها، مش عايز تكتبها زي ما تحب. اسم الطالب هنا، الاسم هنا مثلا اسمي طلعت ناجح
هذا كده عملنا المعاينة، نرجع تاني للاختبار من هنا، هذا الاختبار وهذه هي المعاينة، نغلق المعاينة نقول له ليف نعم، نيجي هنا على الاختبار نخليها عند الأسئلة، عملنا هنا الجزء اللي هو الخاص ببيانات الطالب، عايزين ندخل بقى على الاختبار اللي هو هيكون اختيارات متعددة لمادة التربية الإسلامية. نأتي هنا في الآخر هنا اسمه إضافة قسم، إضافة قسم أي قسم جديد، قسم آخر غير هذا الأمر. هنا نضغط مثلا هذا القسم الثاني، هنخليه مثلا نكتب السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. هنا نضغط على إضافة سؤال، إضافة سؤال. السؤال الأول مثلا تكون رجعة المرأة الحامل، نكتب هنا الخيارات، نقول مثلا بعد ظهورها الثالث، الخيار الثاني مثلا قبل وضع الحمل، هنا الاختيار الثالث بعد وضع الحمل، الاختيار الرابع بعد الشهر الثالث. هنا الاختيارات، ومش هنتكلم هنا عن شروط الأسئلة اللي هي من اختيارات متعددة، لازم الأول قبل ما تبدأ فيها الاختبار الإلكتروني تكون كام مجهز الاختبار ومراجعه، كاتبه على ورقة وقلم بحيث تكتبه بسرعة، لو هو عندك على بصيغة الوورد موجود عندك في الوورد ممكن تاخد هو السؤال كوبي وبيست وتنتهي ينتهي الأمر بسهولة. هنا في الجزئية دي طبعا أنا عايز أحدد هنا الإجابة الصحيحة هنا إيه، هقف هنا عند حاجة اسمها مفتاح الإجابة، وفعل هنا حاجة اسمها طبعا مطلوب، لازم السؤال ده كله مطلوب، تمام جميع الأسئلة خليها كلها مطلوبة. مفتاح الإجابة أضغط عليها أقول مثلا الإجابة الصحيحة اللي هي تكون رجعة المرأة الحامل، يعني المرأة المطلقة وهي حامل زوجها يصح له أن يرجعها إلى طبيعة الحياة الزوجية طبعا قبل أن تضع الحمل، هذه هي الإجابة الصحيحة. وهنا في النقاط نحدد مثلا هل السؤال بدرجة أم بدرجتين، نخليه مثلا من درجة واحدة، ولازم أضغط هنا تم، يبقى لازم هنا يكون عندي حاجتين، لازم أعمل قبل وضع الحمل تمام، يعني لازم هنا أعمل الإجابة الصحيحة، ولازم هنا أحدد الدرجة. لو أنت نسيت هنا عملت صفر هنا هتعمل لك مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان انت مثلا هتلاقي الاختبار من 10 درجات وطالب مثلا جايب 9 من 10 واخد الدرجة النهائية، ليه؟ لانك انت عملت هنا النقاط صفر غير محددة، فلازم تضغط هنا مثلا 1 او خليها درجتين او من 3 درجات، يفضل ان انت تخلي على كل اختيار درجة درجة واحدة، وبعد كده اضغط هنا واقول له تم. ادي مثلا اول اول سؤال، عايز اعمل كمان سؤال، ده سؤال من خيارات متعددة، خيارات متعددة، هضيف كمان سؤال، اجي هنا علامة الزائد واعمل هنا اضافة سؤال، مثلا اقول كانت غزوة الخندق في عام، واعمل هنا مجموعة نقاط، اقول هنا الهجري مثلا، اقول مثلا هنا 2 الثاني في مثلا العام، نخليها هنا في العام الثاني، الثالث، الرابع، الخامس الهجري، اعدل هنا السؤال اقول الخامس مثلا الهجري هنا بهذا الشكل، كانت غزوة الخندق، عايز تعمل هنا بين قوسين مثلا
تمام، زي برنامج الوورد العادي. كانت غزوة الخندق في العام نقط الهجري. عايز تشوف هنا الإجابة الصحيحة، اختار مفتاح الإجابة. طبعا الإجابة الصحيحة الخامس الهجري. تضعف تخلي هنا الدرجة من واحد وبعدين تقول تمام. عايزين نعمل كمان مثلا كمان سؤال، أضف هنا أعمل هنا إضافة وأقول هنا أقول مثلا يعد ترك المسلم لصلاة مفروضة في حال سفره تيسيرا تفريطا تقصيرا غير ذلك. مثلا هنا انت عملت جميع الاختيارات هنا من 4، البدائل ديت من 4، لازم يكون كل اختبار كله من 4. عملت هنا الارقام هنا الثاني الثالث الرابع الخامس، لازم تكون الترتيب هنا تصاعد اهوت من اسفل الى اعلى، الثاني الثالث الرابع الخامس، وديت يعني من شروط الاختبار من متعدد. يعد ترك المسلم لصلاه مفروضه في حال سفره تيسيرا تقصيرا غير ذلك. عايز تعدل مثلا هنا، تعمل مثلا هنا علامة تنوين شيفت دبليو، تعملها عادي تمام زي ما تحب، غير ايه غير ذلك. تقول مثلا هنا مفتاح مفتاح الإجابة، تقول الإجابة الصحيحة ترك المسلم لصلاة مفروضة في حال سفره، هو مسافر وترك مثلا صلاة الايه العصر. هذا من باب التيسير أم التفريط أم التقصير أي غير ذلك. وبعدين هنا هنقول مثلا ايه، هنقول تم. لو حبينا نشوف كم بند السؤال، عندنا الاختبار كله من 3 أسئلة وهكذا. عايز تخليه هنا، يفضل انت بعد ما تنتهي من الاختبار تراجع هل هو مثلا من 10 أسئلة ام 11 ام من 9، بحيث تظبط الاسئلة. وزي ما انا قلت يفضل ان انت تكون مجهز الاختبار قبل ما تعمله على الورقة أو مجهزه على برنامج الوورد عندك في الحاسوب وتشتغل إيه وتشتغل عليه كده. عملنا كده الاختبار، كل الاختبار هيكون مثلا من اختيار من متعدد، دي بنسميها قائمة المعاينة، ودي حاجة اسمها تخصيص الإيه المظهر. لو ضغطنا مثلا هنا كده المظهر اللي هو الشكل بتاع الاختبار، يعني مثلا هذا اللون ده عايز أغيره باللون ده مثلا، هضغط هنا تمام، مش عاجبني اضغط خليه احمر، اخليه هذا مثلا اللون، اللون ده جميل، في واحد مثلا بيحب الالوان الهاديه مثلا الوان زياديه زي ما هو يحب يغير تمام. هاخد مثلا اللون ده الجميل، اللون الخلفيه عايزها لون غامق شويه تمام، او لون فاتح او هذا اللون زي ما تحب تمام. الخط هنا بنخليه هنا اساسي افضل شيء، ولا زخرفي ولا رسمي ولا مرح، لا بنخليه مثلا اللي هو الايه الاساسي العادي. طيب انا عايز اعمل هنا بقى ايه الرأس، رأس الاختبار هنا يكون له صورة جميلة، اضغط هنا اختيار ايه اختيار صورة. هذا هو الايه المظهر. انت طبعا بتعمل اختبار، بتعمل هنا للمدرسة، بتضغط هنا على عمل المدرسة. لو كان اختبار من لي تربية موسيقية في صور مناسبة مثل هذه الصورة للتربية الموسيقية، صور أخرى أيضا للتربية الموسيقية مثل هذه الصورة، وهذه الصورة أيضا مناسبة لمادة التربية الموسيقية. لو أنت عايز مثلا تعمل اختبار لمادة التربية الرياضية، هذا الشكل مناسب. لو أنت عايز تعمل اختبار مثلا التربية الإسلامية، هذا الشكل سيكون مناسبا للغة العربية أو التربية الإسلامية. وفي شكل جميل برضو أنا بحبه، هو الشكل إيه الشكل ده، وهكذا تمام. دي برضو مجموعة رسوم وصور أخرى تمام. إذا أنت تحب الاستزادة، رسوم توضيحية أو أعياد ميلاد أو طعام وعشاء أو صور دلالة على الإيه على الحفل وغير ذلك تمام. إحنا يهمنا هنا العمل والمدرسة. لو أنت عايز تجيب صورة من عندك بتضغط على التحميل أو الإيه أو الصور. المظهر هنا بناخد هنا عمل او المدرسة، وبنختار مثلا الشكل الجميل ده، بضغط هنا اقول له ادراج، اضغط هتلاقي هنا الشكل هنا بعد التحميل
أصبح كده الشكل ده بهذا الشكل. أقفل هذا الجزء، تمام. يبقى ده الواجهة بتاعت الإيه، بتاعت الاختبار اللي إحنا قلنا عليها. دي القسم الأول هو الإيه اللي هيكتب فيها بياناته كاملة، وهنا السؤال القسم الثاني اللي هو اختر الإجابة الصحيحة وهكذا، تمام. لو حبينا بقى نعمل المعاينة، هنا خليه طبعا جميع الأسئلة هتكون إيه، هتكون مطلوبة. لو حبينا نعمل معاينة لهذا الاختبار، تمام كده، ادي شكل الاختبار اللي هو سيرسل للطلاب. عنوان البريد الإلكتروني، لازم تكتب بريد إلكتروني صالح مثلا زي كده. هنا اسم الطالب، لو جيت سبتها هيقول لك هذا خيار مطلوب، هذا سؤال مطلوب، لان احنا قلنا ان هو يكون مطلوب. هنا مثلا الطالب طلعت، او بلاش طلعت، مثلا نكتب مثلا الطالب او الطالبة نادية مثلا. هنا البريد الإلكتروني، اكتب هنا البريد الإلكتروني كذا. لو عملت كده هيقول لك لازم هنا غير صحيح، روان، وبعدين الرقم الجامعي. لو انت كتبت هنا اي حروف هيقولك لا، لازم تكون عدد. الرقم مثلا الجامعي مثلا 116. هنا بقى الشريط، هذا هو الشريط اللي احنا قلنا عليه، ده اسمه شريط التقدم. هذا كلها اسمها، دي كلها اسمها الصفحة الايه، الصفحة الاولى. هقول له التالي، انتقل بقى على الجزء الثاني اللي هو الاختبار. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة، تكون رجعة المرأة الحامل. قلنا الإجابة الصحيحة قبل وضع الحمل، كانت غزوة الخندق في العام الخامس الهجري. يعد ترك المسلم، احنا قلنا تقصيرا. نيجي نعمل إرسال، نلاحظ هنا أحسنت اللي هي الكلمة اللي احنا ايه غيرناها، أو يكتب ممتاز، أو تكتب التوفيق إن شاء الله. هنا عرض الايه، عرض النتيجة. هنا اجمالي النقاط، احنا الاختبار من 3، الاجابات الصحيحة 3، هذا الطالب جاب 3 من 3، تمام. ايوه، هنا بقى الجزء ده اللي فيه البيانات بتاعته، البريد الالكتروني، الرقم الجامعي. السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة، هنا قال له العبارة الصحيحة، انت جايب صح. لو هو حل خطأ هيقول الاجابة الصحيحة كذا. السؤال الثالث اهوت، تمام، تقصيرا، تمام. لو انت عايز بقى تعدل في اختبارك تاني بتعدل، هتلاحظ هنا في هنا تبويبين مفتوحين على نفس الايه، على نفس الاختبار، تمام. نيجي تاني للايه، للاختبار اللي احنا قلنا عليه، هذه الاسئله كده. الاختبار بتاعي يكون ايه، يكون جاهز. جاوب مثلا اختبار 10 مثلا طلاب او 20 طالب، بتقابل هنا، تشوف هنا الردود. الردود جايب لك هنا رد واحد، هو طالب واحد هو اللي جاب الاختبار. جايب لك هنا الاحصائيات، المتوسط 3 على 3، وطالب واحد طبعا جاب 3. جايب لك هنا نتائج، جايب لك البريد الالكتروني بتاعه، هذه النتيجة، جايب 3. طالب اسمها ندي احمد، الرقم الجامعي رقمها 116، هذا الايميل. ده تحليل بقى بالنسبة للي انت عايز تعمل احصاء، عايز تشوف ايه الاسئلة الصعبة اللي عندك، تمام، بتعرف من هذه الايه، من هذه الاحصائية. يبقى هذه هنا الاسئلة، عرفنا كده الايه الردود. لو انت عندك مثلا 40 طالب او 100 طالب او 200 طالب أجابوا عن هذا السؤال وعايز تعمل لهم شيت، تضغط هنا على هذه الايه، هذه العلامة اسمه إنشاء جدول بيانات، تضغط على هذه العلامة، بيجيب لك كده بالشكل ده إنشاء جدول بيانات جديدة، تمام. هتقول له هنا إنشاء، بعد شوية هيفتح لي هنا الشكل الجميل ده، عمل لي كل طالب هنا باسمه، طابع الزمني، عمل اختبار مثلا كان اختبار الساعة كام، عنوان الايه، عنوان البريد الالكتروني،
والنتيجة واسم الطالب ورقم الجامعي، هيكتب لي الشيت بالشكل ده. تمام، ايوه هذا اللي انا عملت كده بالماوس لتحت، لكن بقت موجودة من فوق. كاتب لي هنا يوم 26/4/2020 الساعة 2:35 دقيقة أو 16 ثانية، صاحبة الاختبار البريد الإلكتروني بتاعها بهذا الاسم، جابت 3 من 3 واسمها نادية ورقمها الجامعي 116 وهكذا. تمام، عايز تقفلها من هنا، ترجع تاني للاختبار من هنا. تمام، لو انت عايز بقى انهيت الاختبار وعايز تبعت هذا الاختبار للزملاء للطلاب، بعد ما اتأكدت ان جميع الاشياء اللي انت عايز تكتبها مكتوبة، بعد ما تتأكد من ضبط الاختبار ومن عدد الاختيارات ومن عدد البدائل ومن عدد الاسئلة، يا ترى هما 10 زي ما انا كاتب ولا 4 ولا 5 ولا 9 ولا هم 11 اشيل منهم سؤال ولا ايه. تمام، بعد كده انا عايز بقى في النهاية خالص اعمل ارسال. نصيحة، في نفس اليوم اللي انت تعمل فيه الاختبار يفضل ان انت ما تبعتهوش للطلاب في نفس اليوم، ابعته مثلا لاحد الزملاء او تبعته لاحد ابنائك بقراءته وحله، علشان تتأكد ان في اسئلة انت مثلا ما ظبطتهاش او كده. تمام، يبقى هذه نصيحة مني لكم، اتأكدتوا كل شيء. عايز تعمل ارسال، ارسال بقى البريد الالكتروني ولا ارساله هنا هتنشره على صفحتك على الفيسبوك، بس لازم يكون عندك فيسبوك على الجهاز، او هنا صفحتك على تويتر ولازم يكون برضو عندك ايه، عندك تويتر. اهم حاجة بنضغط العلامة بتاعت الرابط دي. تمام، نضغط هنا جاب لك الرابط بتاع الاختبار اللي هو على جوجل. الرابط هنا طويل، تضغط هنا عند تقصير عنوان الايه، العنوان بالشكل ده، لما تكليك يمين او تقف عليه وتقف هنا عند كلمة تختار هنا نسخ، اختار هنا كلمة نسخ. لو انا عايز افتحه مثلا ارسله لحد على رقم الواتس، بفتح هنا واتساب الويب بهذا الشكل، وبعدين ارسله مثلا على الايه، على الواتس، او كنت انا مثلا عندي صفحة على الفيسبوك، صفحة علينا على الفيسبوك، افتح الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وبعدين افتح الصفحة الرئيسية هنا واقوم بنشره على صفحتي هنا، اقف هنا بالجزء ده، واما اقول كليك يمين وبعدين اقول بيست، او اقول كنترول في يساوي بيست. هنا الشكل هنا ده الرابط بتاع الاختبار، نصبر شوية لغاية ما يجي هذا هذا الشكل بتاع الاختبار، واقول له ايه، واقول له هنا نشر. لو انت عايز تبعته لحد هنا على الواتساب، تمام، تبعته هنا لهذا الاستاذ مثلا، وتقول له مثلا هنا ايه، كنترول في، او كليك يمين وتاخد هنا لاسك، وبعدين تضغط ارسال بهذا الايه، بهذا الشكل. تمام، نرجع تاني للاختبار بتاعنا اللي هو اختبار التربية الاسلامية. عملنا كده الايه، عملنا كده النسخ ونشرنا الايه، الاختبار. تمام، الاختبار بيحفظ تلقائيا سواء انت بقى عملت كنترول اس او بغير ذلك، فهو الاختبار بيحفظ ايه تلقائيا. انا ضغطت هنا قلت ايه كنترول اس، هيحفظه لك مثلا على الايه، على الجهاز، اختبار التربية الاسلامية بنماذج جوجل. بقول له هنا ايه، بقول له هنا سيف. الى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، وان شاء الله مع درس جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا عجبك الفيديو ياريت تضغط اعجاب وتعمل مشاركة للفيديو وتشترك في القناة. مع تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.